لها سر عجيب في زيادة الأرزاق، لها سر عجيب في فتح الأبواب، لها سر عجيب في توالي العطاءات، لها سر عجيب في تيسير الأحوال، لها سر عجيب في أن يفتح الله للإنسان من حيث لا يدري ولا يحتسب. السلام عليكم يا رب تكونوا بخير. ما من إنسان منا إلا وهو يتمنى دوماً أن يزيد الله في رزقه. وأن يوسع الله عليه في ماله وأن يفتح الله له من أبواب العطاءات ما لا نهاية له وطبعا الأمر ده مفيش فيه فرق بين جميع الناس بموجب الطبيعة البشرية وده اللي أخبر عنه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حسب ما أورده البخاري لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب طيب واحد يقول لي ممكن الكلام ده مع الناس العادية لكن الأنبياء لا أقول لك حتى نبي الله أيوب عليه السلام ربنا أفاء عليه بما ضاع منه كما حدث القرآن ومثله مع يعني لو ضاع منه مليون ربنا رجع له 2 مليون ولو ضاع منه 10 ولاد فربنا رجع له 20 طيب سيدنا ايوب بعد ما ربنا فتح عليه ورجع له مال ومثله معه كما حكى القران كان يغتسل عريانا كما اورد البخاري فخر عليه رجل جراد من ذهب معديه سحابه كلها جراد فالجراد ده نزل كله ذهب سيدنا ايوب يعمل ايه ما هو معلم كفيه وزياده فجعل يحثي في ثوبه فضل يلم في الثوب بتاعه فربنا سبحانه وتعالى ندى يا ايوب ألم أكن أغنيتك عما ترى مش أنا أغنيتك من فضلي عن اللي أنت بتعمله ده قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك ده يوضح لك أن كل واحد مننا نفسه يبقى ملياردير الصبح نفسه يبقى مليونير كل واحد مننا نفسه ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بفيلا في احسن مكان وباحسن سياره وباحسن مكانه وباحسن مرتب وباحسن يعني كل شيء وده ليس عيبا ما دام من الحلال وليس حراما ما دام دون بغي او حسد طيب انا مش عايز اطول على حضرتكم انما اهل الصلاح والمعرفه قالوا بان في القران ايات عده كل ايه لها سر معين غير انهم تحدثوا عن ايه في القران قالوا لها سر عجيب لها سر عجيب في زياده الارزاق لها سر عجيب في فتح الابواب. لها سر عجيب في توالي العطاءات. لها سر عجيب في تيسير الاحوال. لها سر عجيب في ان يفتح الله للانسان من حيث لا يدري ولا يحتسب وهذا كله مقيد بان تاخذ بالاسباب وان تعمل وان تتوكل على الله ثم تلجا الى الله بما قاله اهل العلم والمعرفه. طيب الآية دي بتقرأ أمتى؟ تقرأ في أي وقت من الليل أو النهار طيب نعمل ايه؟ تداوم على قراءة هذه الآية ثم تعقبها بالدعاء الذي علمنا اياه اهل العلم. طب الايه هي ايه؟ الايه رقم 19 في سوره الشورى، طب ربنا بيقول فيها ايه؟ اسمع كده "الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز" وبعدين بعد ما تخلص حضرتك عايز تكررها سبع مرات عشر مرات خمسين مرة زي ما انت عايز تقوم قايل ايه بقى بعد كل مرة اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين وانت حسبنا ونعم الوكيل والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير انتوا عارفين الآية الكريمة اللي احنا بنتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كلام جميل قوي قال ايه اسمع ان الله سبحانه وتعالى يطلع على القبور يطلع على القبور فيقول الله عز وجل امحت اثارهم واضمحلت صورهم وبقي عليهم العذاب وانا اللطيف وانا ارحم الراحمين فخففوا عنهم العذاب فيخفف عنهم العذاب شفت لطف ربنا إيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقب على هذا الكلام فقال يا من اظهر الجميل وستر القبيح وقبل الختام أود أن أقول بأن هذه الآية لها سر عجيب لا سيما إذا قرأت في يوم الجمعة عند آخر ساعة من النهار قبل آذان المغرب بساعة تجلس في مصلاك أو في متجرك على طهارة أو في بيتك على وضوء وترددي هذه الآية الكريمة وتعقبيها كل مرة بهذا الدعاء تقولي هكذا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل والطبنا فيما جرت به المقادير ثم تدعو الله بما شئت من ابواب الخير التي ترجوها وتظل على هذا حتى يؤذن المغرب وحين يؤذن المغرب فاختم هذه الايه وذاك الدعاء بالصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسترون لها سرا عجيبا في كل ايام الاسبوع لكن سرها الاعظم في يوم الجمعه كما قال اهل العلم والمعرفه قبل ما خلص الكلام ده لا دليل عليه من قران ولا من سنه انما هو مجرد تجارب اهل الصلاح واهل العلم واهل الولايه نشروها لنا وارادوا ان ينفعونا بها كما انتفعوا بها طيب فحال الناس الذين يشاهدوننا والذين يسمعوننا فريقين، فريق ياخذها بيقين وبجزم معتقدا في الله سبحانه وتعالى انه سيفعل وسيحقق له ما يريد وهنا يتحقق له ما يريد بامر الله، وفريق يجرب او فريق يتذبذب واين الدليل؟ وطب ما اشوف ما جايز تيجي، ما جايز المشايخ يصدقوا وهنا مهما فعل لن يأتيه شيء لأنه افتقد أهم شرط في كل شيء ألا وهو الثقة واليقين في رب العالمين. أسأل الله العلي القدير أن يوسع أرزاقنا وأن يرزقنا الخير كله عاجله وآجله وأن يقن السوء بما شاء وكيف شاء إنه على ما يشاء قدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الرحمات وعلى آله وصحبه وسلم.